أهلا بكم أعزائنا المشاهدين. ضربة جديدة لجامعة أرائيل الاستيطانية بعد تصويت اتحاد علماء الأنثروبولوجيا الأوروبيين الأسبوع الماضي بأغلبية كبيرة على وقف التعاون مع مؤسسات أكاديمية داخل المستوطنات في الضفة الغربية. ائتلاف نتنياهو الحاكم بدأ يعاني من بوادر حالة شلل فيما يتعلق بتشريع القوانين، ولبني تحاول إعادة إحياء المعسكر الذي يطرح نفسه بديلا لنتنياهو. سنناقش هذه القضايا وأخرى، ولكن قبل ذلك أرحب بالزملاء الأستاذ فايز عباس ونهرو جمهور. أستاذ فايز، يعني الاستيطان في الضفة الغربية أخذ طابع جديد يعني في الآونة الأخيرة، وهم يريدون تسويقه على أنه يعني استيطان ذو بعد أكاديمي بإقامة كليات وجامعات داخل الضفة الغربية. في أي سياق يأتي ذلك؟ يعني هذا في سياق السياسة الإسرائيلية الرسمية المعروفة، أن الضفة الغربية أو كما يسمونها يهودا والسامرة هي جزء من إسرائيل، على الرغم من أنه لم يتم ضمها بشكل قانوني، ولذلك يجب أن تتواجد فيها الجامعات والكليات وأيضا المعاهد حتى الدينية والمعاهد الغير دينية موجود في الضفة الغربية. وتنساش أنه عدد سكان المستوطنين في الضفة الغربية أكثر من نصف مليون، وهن بحاجة لمثل هذه الخدمات. لكن جامعة أرائيل اللي كانت لحد قبل سنتين المقامة في سلفيت، نعم، اللي كانت كلية وتم الاعتراف بها على أنها جامعة، حتى يعني وبوجود نفتالي بنت وزيرا للتربية والتعليم، هذا زاد من الدعم الكبير لهذه الجامعة التي تحولت إلى جامعة، وحتى هناك يريدون فتح كلية طب في هذه الجامعة. عمليا هذه سياسة الحكومة الإسرائيلية هي تريد زرع مؤسسات الأكاديمية في الضفة الغربية أيضا. ما قرره العلماء في أوروبا وبريطانيا هو ليس بجديد. هذا هناك كانت عدة قرارات، خاصة في الولايات المتحدة، الأكاديميين والمدرسين في الجامعات، وطبعا اللجان كانت كل كلية لوحدها، حتى على 35,000 أكاديمي أمريكي وقعوا على عريضة لمقاطعة كل الجامعات الإسرائيلية وليس فقط جامعة أرائيل، بسبب وجود جامعة أرائيل وبسبب السياسة الإسرائيلية اتجاه الشعب الفلسطيني. لكن كل هذه الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الأوروبيين وحتى الأمريكان على أرض الواقع لا يؤثر كثيرا على هذه الجامعات، هي لا تحصل، لربما كانت تحصل على دعم خارجي، لكن اليوم هي مدعومة من الحكومة الإسرائيلية، وأي شيء ممكن يؤثر سلبا عليها باعتقادي أن حكومة إسرائيل اليوم على استعداد لأن تدفع ولكن يعني أي مبلغ لكي تبقى هذه الجامعة في مكانها. هذا الأمر يعني متعلق بشرعية مثل هذه المؤسسات الأكاديمية. يعني نهرو، ما هو الجديد في هذا القرار؟ يعني سماته وجوهره كيف ترى؟ يعني من وجهة نظرك؟ أنا لا أختلف كثيرا مع الطرح الذي ذكره أبو أحمد بخصوص أنه هذه القرارات هي وإن كانت مهمة إلا أنها على أرض الواقع لا يمكن أن تغير شيء من حيث آليات الدعم، لأن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في النهاية بالنسبة لليمين الإسرائيلي واليمين الوسط هو مشروع استراتيجي، وبالتالي يجب تمكينه في مناطق الضفة الغربية. لكن هذا القرار لا يمكن فصله عن الانعكاس السياسي لموضوع الاستيطان وشرعية الاستيطان في مناطق الضفة الغربية عام 67، والتي ما زال العالم يعترف بها وهي بأنها أرض للشعب الفلسطيني، وبالتالي لا يسمح لإسرائيل أن تقيم فيها حقائق وتنصب فيها جامعات وتنصب فيها استيطان وإلى ما هنالك. وفي هذا ممكن فهم هذا الرفض لمثل هذا القرار ومثل هذه الجامعة. ولكن هناك أيضا إسرائيل ما زالت أسيرة
لسمعتها وبلطجيتها وسياستها العنصرية تجاه الشعب الفلسطيني وما زالت مرفوضة. إسرائيل تحاول أن تروج الاستيطان من خلال الصروح التعليمية وما زالت الفلسطينيين. ألا يكفي أنه يعني مسألة شرعية وعلامات استفهام حول شرعية هذه الجامعة والجامعات الاستيطانية الأخرى تبقى يعني غير شرعية في نظر قطاع واسع من العلماء والأكاديميين في العالم؟ نعم هذا مهم، ولكن كل الاستيطان غير شرعي باعتراف كل العالم واعتراف قرارات أممية كثيرة، وبالتالي لا يمكن تفصل هذه القضية عن القضية الأشمل وهي الاستيطان بعموميته وشموليته. إذن إسرائيل تحاول أن تروج الاستيطان من خلال هذه الصروح العلمية، ومثل ما تحدث أبو أحمد هناك حوالي قرابة نصف مليون مستوطن بحاجة إلى مثل هذه المرافق، وهؤلاء النصف مليون مستوطن هم موجودين في أرض أصلا ليست أرضهم باعتراف العالم. يعني هذا القرار علماء اتحاد علماء الأنثروبولوجيين الأوروبيين قالت وسائل الإعلام العبرية أنه جاء بناء على موقف سبقه من علماء الأنثروبولوجيا الإسرائيليين. ألا يعني كيف ممكن فهم هذه المسألة؟ يعني عمليا هناك عدة علماء وعدد كبير من المحاضرين في الجامعات يعارضون في الاستيطان، ومنهم إسرائيليين بالمناسبة. أنا بحكي عن الإسرائيليين مش بحكي عن الأجانب. وحتى كان هناك المجلس التعليم العالي عارض في بداية الأمر عن الاعتراف بكلية أرائيل كجامعة، لكن كان هناك حتى قام الوزير بنت بتغيير هذه اللجنة ووضع لجنة اللي هي طبعا تقر ما يريد. العلماء في إسرائيل أو الأغلبية الساحقة من المحاضرين في الجامعات هن مع مقاطعة جامعة أرائيل. لماذا؟ لأن سبب مبدأ أخلاقي. السبب الوحيد أخلاقي، هاي موجودة في مناطق فلسطينية محتلة، لا يحق للإسرائيليين أن يبنوا مثل هذه المؤسسات التعليمية، وهناك مطالبة بمقاطعة. بالمناسبة يعني في الفترة الأخيرة يعني بسبب السياسة الإسرائيلية كانت هناك عدة محاولات للضغط على هؤلاء حتى بالتهديد بفصلهم من أماكن عملهم، لأنهم كانوا يعملون على مدار الساعة ضد جامعة أرائيل أو كلية أرائيل التي تحولت إلى جامعة. جزء من هؤلاء رؤساء الجامعات، أغلبية رؤساء الجامعات عارضوا الاعتراف بكلية أرائيل كجامعة، لكن بيكون هناك رئيس الوزير المسؤول عن هذه الجامعة عن المؤسسات هذه بكلها بشكل عام هو الذي أقر بالآخر في نهاية المطاف أنه يجب الاعتراف بها. لكن يعني إذا ما نظرنا إلى ما يحدث الآن من المؤسسات الأكاديمية الإسرائيلية، وللأسف الشديد يعني في طلاب فلسطينيين بيتعلموا في جامعة أرائيل معروف يعني للأسف الشديد يعني في وحتى البعض منهم بيعانوا يعني بسبب اللبس. هي مؤسسة عنصرية قائمة على التفوق العرقي واستغلال موارد الآخرين. نهرو يعني دوافع من يعارضون منح الشرعية لجامعة يعني استيطانية من رؤساء الجامعات ومن الأساتذة الجامعية في إسرائيل، هل هي دوافع براغماتية أم أخلاقية بحتة؟ براغماتية أي أن تكون مثل هذه الجامعة ضمن الجامعات الإسرائيلية سيسهل استهداف الجامعات الإسرائيلية بالدعوة يعني من جانب أولئك الذين يدعون إلى فرض مقاطعة أكاديمية على كل الأكاديمية الإسرائيلية. بالمناسبة هناك عدة جامعات عالمية فرضت المقاطعة بسبب السياسة الإسرائيلية على مش كل الجامعات أو مش كل الكليات. كان في هناك مقاطعة يعني لا تعقل، حتى أن رؤساء الجامعات في إسرائيل هو موقفهم من جامعة أرائيل موقف مبدئي. حاولوا إقناع العالم أو رؤساء الجامعات أو المحاضرين في العالم أنه ما إلهم علاقة في الجامعة وفي قرارات الحكومة الإسرائيلية، وهذا لكن لم يؤثر على الأكاديميين في العالم خاصة في الولايات المتحدة. بالمناسبة أنه واصلوا مقاطعات للجامعات الإسرائيلية. نعم، ومن هنا يعني ممكن نفهم أيضا بأن الجزء من قادة الرأي المعارض لمثل هذه الجامعات والذين يتحدثون عن ليس مقاطعة بقدر ما هو نزع شرعية لوجود مثل هذه الجامعة،
جزء منهم يخشى على صورة إسرائيل أمام العالم، يعني يرون فيها عبء. نعم، يرون فيها عبء لأنه هذا الموضوع قد يصل إلى جامعاتهم، وفي النهاية جزء منه براغماتية. ولا ننسى أن جزء من النخبة الحاكمة للجامعات الأمريكية، إلا بعض الجامعات الدينية مثلا إذا قلنا بار إيلان أو التخنيون ممكن بحيفا. لا التخنيون لا، بالعكس تماما، يعني لمرحلة بار إيلان. بار إيلان نعم ممكن، ولكن هذه ممكن أن تشكل النخبة التي تحكمها، هي نخبة من اليسار بار إيلان نخبة من اليمين. ليس بار إيلان، أنا بحكي عن الجامعات ما عدا بار إيلان والتخنيون. لا التخنيون لا، نعم التخنيون يعني، ولكن بار إيلان المفدال، جماعة المفدال تاريخيا اليوم البيت اليهودي. البيت اليهودي، بالتالي نحن نتحدث عن نخبة إسرائيلية تخشى على صورة إسرائيل، وجزء كبير من الأصوات التي نسمعها هي الأصوات يسارية أكثر، ولكن المشروع الصهيوني ماشي أو المشروع الإسرائيلي ماشي بإرادة اليمين الإسرائيلي الحاكم، وهو اليمين الإسرائيلي الذي اليوم ليس يحكم إسرائيل فقط، وإنما يذهب إلى تغيير الرواية الرسمية لتاريخ إسرائيل، ويذهب إلى تغيير النمط وشكل العام الإسرائيلي. تحدثنا أكثر من مرة بأن إسرائيل لم تعد دولة تقيم مستوطنات وتحاول أن ترجع المستوطنات إلى المدن الحاكمة والأساسية في داخل المناطق 48، لكن اليوم الحكومة الإسرائيلية عمدت إلى إقامة مستوطنات هي من ستسحب الدولة الإسرائيلية إلى هذه المستوطنات، وبالتالي المشروع الاستيطاني هو من يقود وجهة إسرائيل ومستقبل يعني إسرائيل، والاستثمار الاستراتيجي هو المشروع الاستيطاني بالمستوطنات. أستاذ فايز، يعني الهجوم على المحاضرين المعادين للاحتلال والذين يرفضون مثل هذه المشاريع الأكاديمية الاستيطانية العنصرية، يعني صحيح أنه يعني رأس الحرب في هو وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت الذي يتزعم حزب المستوطنين أيضا، لكن هناك يعني أذرع أخرى مثل منظمة إيمترتسو. ما يعني يعني عمليا السياسة وزارة التعليم التربية والتعليم في إسرائيل اليوم هي تحويل حتى المدارس يعني إن كانت دينية أو إن كانت يعني حكومية رسمية، تحويلها إلى أو التركيز على تعليم الديانة اليهودية والتاريخ اليهودي والحضارة اليهودية أكثر حتى من المواضيع الأخرى. طبعا هذا سينعكس في نهاية الأمر على الجامعات أيضا. في مؤسسة إيمترتسو هناك مجموعة من المحاضرين أيضا الذين ينتمون إلى اليمين الاستيطاني، إن مجموعة لا بأس بها أيضا، هم يحاربون كل من يهاجم سياسة الاستيطان، وأكاديميين سياسة الاستيطان وسياسة التعليم في الضفة الغربية في المحتلة. وطبعا نحن نتذكر يعني حتى أن الوزراء في إسرائيل اليوم أصبحوا يعاقبون أكاديميين. إذا بنأخذ على سبيل المثال أن الوزير أكونس وزير التخطيط أو التعليم، مش التعليم، البحث العلمي، يعني مش بحث علمي بالضبط بس لنسميها هيك البحث العلمي أو العلوم، هو منع من خبيرة عالمية في الدماغ من المشاركة في نوع من اللجنة مشتركة ألمانية إسرائيلية لمواصلة الأبحاث في الدماغ. ليش؟ لماذا؟ لأنها قبل 8 سنوات وقعت على كتاب يطالب بعدم الخدمة في الجيش في الضفة الغربية. يعني تخيل 8 سنين، من 8 سنين الاسم موجود، منحها وحولها أصل الموضوع في المحكمة العليا، موضوع هي توجهت للمحكمة العليا. هذا جزء، هاي هو مثل صارخ على السياسة الرسمية ضد كل من إذن يعني جهود اليمين يعني تكامل عمل مؤسسي وحكومي وآخر يعني للتصدي لمثل هذه يعني اليمين الإسرائيلي بكمل بعضه. نعم. الشارع اليميني مع الحكومة الإسرائيلية بكل مع الأكاديميين اليمين. نعم. بيشتغلوا على مدار الساعة بعكس اليسار اللي في الجامعات. نعم. يعني ولكن يبدو أنهم في الكنيسة ليسوا على هذا النحو، يعني هذا التكامل
المصالح الحزبية تغذي يعني حالة من يعني المشاكسات هي أكثر داخل أكثر الكنيسة. من 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 من, يقود من 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 المشاكسات حزبية هي أكثر انتقامات حزبية انتقامات يعني هذا 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 المحور نعم الآخر في اللقاء. ولكن قبل ذلك يعني نريد مشاهدة صور كاريكاتير الصحف الصادرة صباح اليوم التي تصور هذه الحالة. لنتابع الكاريكاتير الأول إذا ممكن. هذا الكاريكاتير هو اليوم على أي صحيفة اليوم نشر بأي صحيفة؟ في صحيفة إسرائيل اليوم. صحيفة إسرائيل اليوم. أنا لست من قرائها لأن الناطقة الرسمية باسم المدعو بنيامين نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل. هنا بتذكروا أنه لما نتنياهو سافر إلى الأمم المتحدة وأخذ عنده هذا الرسم البياني بالنسبة للقنبلة النووية الإيرانية، فهو عمليا حط خط أحمر أنه إيران ستصل إلى هذا الخط الأحمر لإنتاج القنبلة النووية. بالآخر طلع كلياته كذب. وهنا نتنياهو بيعلم وين صار بالنسبة لجيدعون سار. جيدعون سار هو وزير سابق وهو من الشخصيات البارزة في الليكود، وهو طبعا كان في نتنياهو بيدعي الآن أنه اتفق مع الرئيس الإسرائيلي سار على أن يقوم الرئيس الإسرائيلي بمنحه الإمكانية لتشكيل الحكومة وليس نتنياهو، حتى أنه حزب الليكود يعني ممكن انه ما بيقدر يعمل شيء. يتحضر للعوده الى الحلبة السياسية. هو قيل بانه يعني جاهز. يعني هو جاهز، هو من اكثر من 7 شهور صار من جديد يصرح ويطلع ويعني عاد الى الحياة السياسية بعد استقالة. ينقلنا الى الكاريكاتير. لا بالمناسبة يعني في ربط هذا الكاريكاتير، خليه بس نكمل عن جيدعون سار ومهم جدا. اليوم في اقتراح قانون اسمه قانون جيدعون سار. القانون هذا بيحكي عن انه الرئيس الاسرائيلي ملزم باعطاء الصاحب او رئيس الكتله الكبرى، رئيس الكتله مش اي حضب، تكليفه بتشكيل الحكومه الجديده لقطع الطريق عن سعر. لكن كان هناك خلاف داخل الائتلاف الحكومي عارض هذا المشروع، كحلون حزب كحلون وحزب باقي الأحزاب أيضا كان في هناك نوع من الغضب، لذلك تم تخفيف هذا القانون بإعطاء نهاية الأمر يعني للرئيس هو اللي اختار. يعني هذا يؤكد يعني صحة عنوان الكاريكاتير الذي اعتبر ساعر تهديدا على قنبلة نووية. وجوديا على مشهد أبو أحمد عفوا نرجع إلى الكاريكاتير الآخر للتعليق عليه نهرو تفضل. لأن كنت أحكي عن لبني لا مهمة. لما كلفت لبني كما لم تأخذ لم تنال التكليف لبني من أجل أن تنال أن تشكل الحكومة. لا ما هو كان مبين صحيح صحيح هو أعطى نتنياهو مع أنه كانت أقل عدد الأعضاء. نعم لأنه هو استطاع أن يجمع كتل أكثر منها. نعم صحيح. فبالتالي موجود. خلينا نرجع الكاريكاتير الآخر. يعني هان أنه نتنياهو جالس يفكر في الحديقة أو الجان اللي هي روضة الأطفال الخاصة فيه، وبفكر أنه شو بده يكون الوضع من هون لنهاية الصيف. يعني هو شايف هل ستصمد هذه نعم الوضع في حالة قتال بينهم وحالة نزاع ليبرمان بينت كحلون كل أطراف المشكلة الائتلاف نتنياهو الحاكم واضح إنها رايحة باتجاه التناحر. في عام هو أصلا عامل انتخابات، ودائما في مثل هذه الأعوام بيكون في مثل هذه الصراعات، وقد تكون هناك كثير من الاتهامات وكثير من المناوشات. المهم في هذا الكاريكاتير نيرو انه اللي اي صحيفه ادوات احرارات اللي بتضرب البوكسات واللي داعسه على بنت وماسكه بقنابل مين هاي؟ هاي ميري ريجي. ميري ريجي وزيره الثقافه والرياضه، وهي التي تقف وراء قانون الولاء في الثقافه. نعم. وفشل هذا القانون، فهي بالأمس كانت في مؤتمر صحفي هاجمت ليبرمان هاجمت كحلون ما تركت حدا ما هاجمت هي لسان نتنياهو بس يعني بس هو هي إساءة طبعا هي بنهاية الأمر إساءة لنتنياهو. لكن ما قالته شيء خطير جدا بالأمس ميري ريجب
تحكيه بالحرف الواحد. يعني أنا يعني هاي الجملة ما بنساها في حياتي. نعم. إنه الطيبي لا ليبرمان والطيبي وزاندبرغ تامار زاندبرغ رئيسة حزب ميرنز بيحولوا الأموال للمخربين. الله يخرب رأس أبوها. طيب ليبرمان حول أموال لغزة لما كان وزير للأمن. شو علاقة أحمد الطيبي وزاندبرغ؟ هي بدها تربط يعني يا خطابها موجه للشارع اليميني المتطرف. الرخيص مش المتطرف الرخيص شعبوي جدا. يعني انا بسميه رخيص حتى مش شعبوي بس ابو احمد يعني. ابو احمد يعني في مقابل كل هذه مقابل كل هاي الخلافات والمشهد الحامي وكذا وكذا هذا مؤقت بعد فتره هذا جميع هذه التشكيله ستتجند من جديد وتتقولب من اجل ان تحافظ على المعسكر اليميني والحفاظ على المشروع اليميني هذا وبالتالي ستذهب الى اللي بخلي نتنياهو ينام مرتاح طويل يعني. ما هذه نتنياهو هل هذه التناقضات والمشاكسات والملاسنات هي للناس اللي بيحكي عنهم ابو احمد الشعبوي على ائتلاف نتنياهو؟ لا لا لا, 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 لا كله تحت مظله معينه الان بشكل واضح. انا بس بروح مع حكومه يمين ما بروح. بعدين الامر الثاني يعني استطلاعات الراي بتشير إلى أنه اليسار ما في يسار في إسرائيل. المركز هو يعني زي حزب أو الكتلة المعسكر الصهيوني ولابيد و هذا الآن يعني ننتقل إلى الكاريكاتير الثالث المتعلق بال المتعلق يعني بشخصية وهوية رئيس أركان جيش الاحتلال الجديد. وهذا الكاريكاتير يعني اذا نهرو تعلق عليه يعني نعم يعني هنا الرئيس هيئه الاركان الجديد اديب كوخافي سيواجه عدد من المطبات في طريقه في او مستقبله, منها اولا حماس ثم حزب الله المطب الاصعب والمطب الاصعب سوريا, ولكن سيبقى اسير للسياسه الداخليه دهاليز ودهاليز هاي السياسه اللي واضح انه اذا بنشوف انه يعني هي كانه في متاهه او في شيء يعني كبير, وبالتالي يعني هناك صعوبات كثيره سيواجهها رئيس هيئه الاركان الاسرائيلي الجديد. استاذ فايز يعني بيمش يعني هو هنا مكتوب هو مسار التدريبات للرئيس الاركان الجديد يعني هو بتنه يصل للسياسه المحليه بيكون وضعه منتهي يعني. اذا بده حماس بالاول بعدين حزب الله بعدين سوريا بعدين هو بده يطلع. انا حسب رايي كمان انه السياسه المحليه هي اللي بالاخر صاحبه الثقل ولكن بالنسبه لنتنياهو القرارات الامنيه هي تلزمه وشخصي مش اجباري. نعم. لانه نتنياهو بياخذ بعين الاعتبار دائما. هو لم يكن راضي عنه نتنياهو عن هذا الشخص. نعم لا هو ما كان خيار ليبرمان خيار ليبرمان وحتى احتج نتنياهو لانه كان يقال بانه نتنياهو كان مسافر اصلا برا لما بلغ وكان هناك تليفون صاخب ومصاح مزبوط بس ولكن برضه نتنياهو بالاخر بده يحترم نعم واحترام القرار. ونتنياهو بعكس عدد كبير من رؤساء حكومات اسرائيل ما تقول الاجهزه الامنيه هو بالنسبه له مقدس. نعم. باستثناء قضية القدس الحرام ظروف أسرية صحيح. نعم. ولكن من هذيك الفترة لليوم بعتقد أنه بطل في إلي تأثير أمني عليه من عيلته. يعني الوضع الداخلي في الائتلاف والكنيسة شهدت خلال الأيام الأخيرة عدة مناقشات ويعني لقوانين لتشريع قوانين ومقترحات قوانين. هذا الأسبوع يعني حزب كولانو حزب موشي كحلون موشي كحلون يعني أعطى موشي كحلون لأعضاء حزبه في الكنيسة حرية التصويت لصالح مقترحات قوانين الائتلاف. لا 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 لصالح قانون بس القانون قانون محدد شو اسمه على الولاء, الولاء في الثقافة لأنه كان في معارضة من قبل بعض من أعضاء حزب كولانو فأعطانه حرية التصويت. يعني هل يشير ذلك إلى حالة إلى يعني نتوقع حالة من عدم الانضباط داخل الائتلاف فيما يتعلق يعني نتوقع هل بالإمكان البناء على ذلك بتوقع حالة شلل تشريعي لحكومة نتنياهو؟ حسب القوانين واليوم لم يكتفي حزب الكحلون أو الليكود أو ليبرمان يعني
في أنهم يتوصلوا إلى اتفاقات معينة أو اتفاقيات معينة بالنسبة للقوانين. لكن مثلا ليبرمان هو يريد مقابل تصويته إلى قانون الولاء في الثقافة مقابل الحكم بالإعدام على الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات عسكرية. المستشار القانوني للحكومة بلغ لجنة الكنيست لا يمكن أن يوافق على هذا القانون. بالمناسبة يعني للمشاهدين، في قانون بإسرائيل بحكم الإعدام لازم بس يكون الأغلبية الساحقة، إجماع لازم يكون. هنا في التغيير في القانون هو يكفي أن 2 من 3. طبيعة القضاء كمان تختلف القاضي العسكري. لماذا يصر مثلا ليبرمان على هذا القانون في مثل يعني لأنه ليبرمان يحاول أن يخاطب الجمهور اللي بيعبر عن جمهور يميني متطرف لا يرى بالفلسطيني إلا عدو. نتنياهو اختار هذا يعني ليس له علاقة بالانتخابات وطبعا أكيد هو يعني بيخاطب الجمهور من هذا الباب. لكن نتنياهو، نعود إلى نتنياهو، هو اختار نتنياهو معادلة أن يكون لديه ائتلاف هش على الذهاب إلى انتخابات مبكرة على خلفية الفشل اللي صار معاه في الفترة الأخيرة وعلى خلفية القضايا اللي صارت في غزة. وبالتالي نتنياهو الذي يعني الذي فضل هذه المعادلة يرى بأنه أنا يعني وجهة نظري الشخصية بأن نتنياهو هو من سيحدد موعد الانتخابات المبكرة وهو من ينتظر الفرصة ولن يبقى خاضعا لابتزازات لا كحلون ولا ليبرمان ولا بنت ولا الحريدين المتدينين. حتى الآن أول أنت ذكرت بنت أعلن وبشكل واضح ورسمي لا مطالب سياسية لي من هذه الحكومة وستبقى هذه الحكومة. طيب. يعني رجع تراجع جدا بنت موقفه غريب لا يمكن فهمه زي الفار. نعم. لا ممكن فهمه ضغوطات اللي كانت عليه من قبل قادة الاستيطان خاصة حاخامات الصهيونية الدينية دروكمان وغير دروكمان. أنا بس نتنياهو حرق مستقبل بنت عن جد يعني وجه له ضربة قوية جدا يعني مضبوط. هو حرق بنت واليوم هو بتأجيل أو يعني الانتخابات عفوا ناس ويريد أن يحرق ليبرمان. يحرق ليبرمان. يعني ليبرمان ارتفعت أسهمه ولو شيء بسيط بمقعد بسبب استقالته. لكن كلما ابتعد موعد الانتخابات كلما هبطت. نعم. ومن هون أنس اسمح لي في كلمة صغيرة. من هون إحنا يعني بنقول إنه الفترة اللي حددها نتنياهو حتى يأخر موضوع الذهاب إلى الانتخابات المبكرة ستكون تصفية حساب مع هذه البؤر المتوترة من يعني اليمين الإسرائيلي سواء من بنت أو ليبرمان أو غيره. مهرو هذا ينقلنا إلى المحور الأخير في البرنامج، ائتلاف نتنياهو بصوت واحد في الكنيست مضى عليه أيام. في هذه الأيام يعني أو الأسبوعين، هل هناك من نجح بطرح بديل لنتنياهو مثل ليفني؟ هل الجهود ليفني أين تراها؟ يعني هناك محاولات ومن الطبيعي أن تذهب هذه سواء في الكنيسة أو في الخارج. ليفني براك يرعى مثل هذه الحوارات التي وصفها يعلون بأنها مهمة ومهمة من أجل تغيير شكل الحكم. هل تعلق عليها آمالا؟ أنا شخصيا لا، من التجارب الكثيرة وبناء على دراسات كثيرة نحن أشرنا فيها وأكدنا فيها بأن الاتجاه الإسرائيلي العام هو اليوم كمجتمع يذهب باتجاه تبني أيديولوجية اليمين. وبالتالي الموضوع حتى أن أغلب استطلاعات الرأي بالمناسبة في البداية تؤشر وتدلل على أن نتنياهو سيكون هو صاحب الكلمة العليا مقابل تراجع معسكر الحركة الصهيونية. ولكن هناك حاجات أو عوامل أساسية حتى يسقط هذا المشروع نتنياهو ومشروع اليمين الإسرائيلي. هناك عوامل أساسية منها الهزيمة العسكرية وهذا لم يتحقق، موضوع اقتصادي وهذا لم يتحقق، ووجود زعيم داخل هذه المعارضة التي نتحدث عنها حتى يكون قادر على الإطاحة بنتنياهو، ولا يوجد حتى اليوم زعيم بإمكان تشكيل مستقبل نتنياهو السياسي. كيف تقيم أداء المعارضة الإسرائيلية منذ استقالة ليبرمان؟ هي يعني تمشي في الطريق الصحيح؟ يعني هي لا تمشي في الطريق الصحيح، والمعارضة في إسرائيل لم تتوحد في أي مرحلة في الانتخابات. إذا توحدوا طب شو الأسباب بعدين؟ أولا الخلافات الشخصية على الكراسي بالأول، ثانيا هناك بعض الخلافات الأيديولوجية يعني بين حزب يش عتيد يوجد مستقبل وحزب العمل وتسيبي ليبني وحزب الحركة يعني. وأيضا يعني هناك اليوم إذا بدي ينضم يعلون لهذا الجسم، إذا ما فعلا تم تشكيل مثل هذا الجسم يعني أنا معروف عنه أنه هو يميني. لذلك أنا لا أرى أنه في إمكانية لتجميع المركز مع اليسار
في قائمة واحدة أو قائمتين. هناك سؤال، هناك إمكانية نظرية لتوحد هذه المعارضة؟ لا لا، ما في إمكانية، لا يوجد لديهم زعيم يقودهم ولا ينافس. بالمناسبة يعني إذا كان المعسكر الصهيوني بيخوض الانتخابات وحسب استطلاعات الرأي سيحصل المعسكر الصهيوني على 11 مقعد فقط، تراجع رهيب، تراجع من 24 إلى 11 مقعد. لكن إذا انضم إليهم رئيس الأركان السابق بيني جانتس، نعم، سيحصل على 25 مقعد. حتى هذا لن يفيده، لأنه هاي راح تكون على حساب الحزب يش عتيد وحزاب اليسار، وليس وهناك على حساب اليمين، وليس يعني وليس ليفني على حساب ليفني على حساب ليست يعني تملك كاريزما كافية لصناعة ائتلاف. في السابق تفوقت عليه انتخابيا على نتنياهو في ظروف معينة اختلفت. اليوم يعني في السابق، إذا كنا نتحدث عن السابق، كان هناك ظروف مهيئة ما زالت قادرة وتستطيع أن تفكر بعيدا عن موضوع التفكير نتنياهو الحالي ومستقبل الدولة وغيره. اليوم الوضع الاقتصادي في إسرائيل، حقق نتنياهو نجاحات اقتصادية، هناك حالة من الأمن في إسرائيل ولنكن صريحين، ليس وبالتالي فقط وتنساش العلاقات الخارجية، العلاقات الخارجية مع الدول العربية، العلاقات الخارجية لماذا يعلن الآن؟ اسمح لي يعني هذه العلاقات كمان. فإحنا لما نتحدث عن موضوع اليمين الإسرائيلي، اليمين الإسرائيلي اليوم هو من أطبق على 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 كل مكونات الحياة ومن وفر المجتمع الإسرائيلي ما يريدون. اليوم الكل يتغزل بإسرائيل، واليوم الكل يخطب ويطلب ود إسرائيل. إذا نتنياهو استطاع، وكما تحدث أبو أحمد، هناك خلافات أيديولوجية في داخل هذا المعسكر اليساري، وإذا ما ذهب إلى عملية سلمية حقيقية سواء مع الفلسطينيين أو غيرهم ستظهر هذه الخلافات. بينما اليمين حسم أمره، اليمين حسم أمره تجاه هذه القضية، حسم أمره بالنسبة لعملية السلام. أنا أتطرق لجملة حكاها نتنياهو بلانس وعند خلال لقائه مع الرئيس التشادي، لا عفوا تشيكي الشادي أول امبارح، اليوم الكل بحج إسرائيل في الفترة، صحيح يعني. والحكي نتنياهو حكى بكل ثقة، نعم، وبكل صراحة أن العالم العربي اليوم صار فيه تغيير جذري اتجاه إسرائيل. واليوم العالم العربي بركض على إسرائيل، وكان في من كم يوم خبر في إحدى الصحف الإسرائيلية ولك في تسابق من الدول العربية مين اللي بده يسبق يصل لإسرائيل. ولكن أنا اللي أثارني بالأمس لما قاله نتنياهو، قال يريدون أن ننسحب من الضفة الغربية، وهذا يعني أننا ما يكون، مش راح يكون عندنا أي غطاء للدفاع عن أنفسنا، عمق دفاع هو حتى يعني سحبنا، ما في عندنا نقدر ندافع عن أنفسنا. ولا وشو اللي أنا هذا الحكي بحكيه دائما نتنياهو، لكن هو أضاف كمان جملة وقال إذا انسحبنا من الضفة الإسلام الراديكالي رايح يمسك زمام الأمور في الشرق الأوسط. ربط بين انسحاب إسرائيل من الضفة سيطرة الإسلام، سيطرة داعش. هذه اللغة التحريض والدعاية الدائمة، هاي اللغة يعني نتحدث للأسف عن إيران، عن أحمد نجاد، نفس الرئيس التشيكي فهمها، هذه استراتيجية وافق عليها لأنه نتنياهو استغل هاي اللغة من التحريض والبروباغاندا، الدعاية الكاذبة. مثلا مع إيران كان نتنياهو من خلال تحريض الإيرانيين والخطابات العنترية اللي كنا نسمعها في كثير من المواقف، كان نتنياهو يستغلها. هذه استراتيجية نتنياهو، استراتيجية تخويف الداخل وتحريض الخارج وتخويفه أيضا. بهذا يعني يصل برنامجنا إلى نهايته. أود شكر الزملاء فايز عباس والزميل نهرو، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة في الأسبوع القادم إن شاء الله.